السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأحبة مع المهندس مطلق دعيج في مقطع جديد وهو إكمالا للمواضيع السابقة. اليوم انتهينا من الحمامات بكل ما فيها من الأطقم. دعونا نلقي نظرة على الإكسسوارات والأطقم للحمامات. يا أخوان، هذا الآن ترون هنا هذه المغسلة الحديثة الجديدة، النظام مالها جميل كما ترونها، كاملة بدون النظام مال الأكواسان اللي يكون لازم في تحت رقبة ويكون قطعتين، يتكون من قطعتين أكواسان، يكون الحوض المغسلة وبعدين الرقبة من تحت. لا، هذا الحين نظام صيني لكن جديد، وأيضا أكواسان عنده نظام كامل. فلو نشوف المغسلة من تحت، هكذا هي الطريقة، نقرب لكم إياها شوية. هذه طريقة من هنا مكشوفة، لكن لما نرتفع شوية تكون مخفية، وهذه من إحدى المزايا إنه يعني تستطيع تغير الأهواز مالة الحار والبارد من تحت مكشوفة، لكن بالطريقة هذه استحالة تشوف الأشياء اللي تحت الأهواز أو الهوز المغسلة. هذه بالطريقة. وهنا كما أخبرناكم الفوطة تكون ملاصقة لحوض المغسلة عشان واحد لما يغسل إيده يكون على طول الفوطة موجودة بالقرب من المغسلة. وهنا هذا اكسسوارات يعني ما له داعي، بس يعني ربما يكون لازم في يعني حاجة تجميلية. هنا حق الصابون، هذه هي حق البروش أو حق الفرشة للأسنان، وهنا أيضا مثلا حق المكينة المكائن صغيرة حق الحلاقة أو شيء يعني جميلة. وهذه المنظرة كما ترونها تشتغل تطفي تاتش. وثم بعد ذلك نأتي للجاكوزي، أشياء جمالية وزيادة، اللي يبي جاكوزي يعني مقتدر ومستطيع يحط جاكوزي. هذا هو الجاكوزي. طبعا الجاكوزي في أحجام، الحمام عندك 1.80 متر معناته لازم ينقص 20 سنتي عشان يصير في أريحية حق تركيب الجاكوزي، لأنه كما أخبرتكم صارت عندنا مشاكل لما جبنا الجاكوزي 1.70 متر وكان على قياس هذا بالضبط العرض مال الحمام، عرض الحمام كان 1.76 متر، فلما جبنا الجاكوزي 1.70 متر صار ضيق جدا ولم يستطع الصحي معلم الصحي أن يركبه. لذلك في قاعدة يقول لك إذا عرض الحمام لو فرضنا 2 متر نقص 20 سنتي من الجاكوزي، يصير عندك مسافة فاضية عشان الصنايعي أو المعلم الصحي ياخذ راحته يركب الطريقة هذه. والآن كما ترون هذه الطريقة الحديثة، أول كان النظام القديم، راح أوريكم إياها بعد شوي. عندي حمام نظام قديم، هذا النظام الجديد خلاص طريقة الهوز هذا هني ما في هني بايبات، وداعا للبايبات، أصبح هناك مخفي. بايب العدساني أخضر موجود هني في المكان هذا، بايب العدساني أخضر، ثم بعد ذلك في وصلة، وهذا هو الطاسة أو الشاور مال الحمام بايب، غير قابل للتلف أو الكسر، مرتفع بعيد عن الأطفال. لذلك هذا هو طريقة جميلة، وهذا هو الجاكوزي. ثم بعد ذلك أيضا أنا حبيت أن يكون الفرنجي طقم كامل، طبجة واحدة وليس قطعتين. أقصد بقطعتين يكون مثلا صندوق الطرد مفصول عن الكرسي مال الفرنجي، بعد ذلك يصير في مشاكل إذا صار في قطعتين، ربما يصير في تهريب وينقط بين فترة وفترة، ومعروف خرابات الفرنجي كثيرة. لذلك لما يكون طبجة كاملة اللي هي قطعة واحدة يكون في فائدة حيل، تمنع الخرير. ربما شخص وزنه 100 كيلو أو زايد يرتكي أو يعني يتكئ على صندوق الطرد، فبعد ذلك صندوق الطرد يتحرك ويصير في خرير وهكذا. وهذا أيضا هنا حق الكلينكس للفرنجين، وهذه أيضا الفوطة أو حق الملابس تحط هني على طرف بالجانب هذا. وهنا أيضا علاق، هذا من ضمن الإكسسوارات، يكون قريب عند نوريكم من بين، يكون قريب عند الجاكوزي.
نوريكم الحين حمام قديم عشان تعرفون الفرق بين الطاسة والبايب المخفي. راح يصير فيه شيء عجيب وجمالي حلو. هذا النظام القديم يكون الشاور اللي هو زمالة موجود لتحت، نقدم لكم اياه. هذا النظام القديم يا اخوان مكلف وطبعا دائما يخرب. هذا دام في سماعة هنا الاطفال يمسكونه ويلعبون فيه بعدين ايش ينكسر، وهذا موجود في كثير من البيوت القديمة اللي صار لها 10 سنوات يتكسر بسرعة من بين فترة وفترة محتاج صيانة. لذلك لما وريناكم الحديث أفضل من هذا. شوف هذا شو مش شكله، يعني أنا ما أحس إنه فيه جمالي شيء جمالي. بايبات كلها كثير كثير البايبات يا شباب. أوكي هذه الطريقة. وفي النهاية إذا عجبك المقطع وحسيت أنك استفدت يا ليت تشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات حتى تصلك مقاطعي أول بأول وتكون أنت أول من يطلع على تلك المقاطع حينما أرفعها على قناتي في اليوتيوب. وحاول أنك تنشر ذلك المقطع حتى غيرك يستفيد. وفي مقطع جديد نلقاك.